محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعين الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثالث للإجذاع الإبكار، ومن مسافة 4 كيلومترات. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، انطلقت هذه الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة معي المركز الأول، أرى البداية والصدارة من قبل عالية. من تتحكم بالصدارة لهجن الشحانية؟ محمد بن خالد بن عبد الله العطية. من يتقدم مع المركز الأول؟ من يقدم لنا عالية؟ المركز الثاني، وصلت على هن يا أبو سحيم، تتقدم على هن، على ثاني الأسماء لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. ثاني من يقدم لنا على هن؟ متعب بن عبد الله بن راشد المري. من يتقدم مع المركز الثاني؟ المركز الثالث، وصلت في ثالث الأسماء، تتقدم الطيارة على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم الشبل على ثالث الأسماء. المركز الرابع، وصلت مواسم على رابع الأسماء، هجن الشحانية. محمد بن خالد بن عبد الله العطية تتقدم على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس الأسماء، منصب مع المركز الخامس، ولكن ألاحظ التغيير من قبل حماليل لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم. ثاني من يقدم لنا حماليل؟ عبيد بن علي بن عبيد السن ناري. إذن متابعينا الأعزاء، ها هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع عالية، هجن الشحانية. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم المشاغب على أول الأسماء. المركز الثاني، مواسم على ثاني الأسماء، هجن الشحانية. محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن غيرت علاهن مع المركز الأول، استلمت زمام هذه الأمور بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. ثاني متعب بن عبد الله بن راشد المري. من يتقدم مع المركز الأول؟ من يقدم لنا علاهن؟ المركز الثالث، تأتي في ثالث الأسماء. المركز الثالث، عالية، هجر الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن ألاحظ الطيارة لهجر الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري، وأيضا القادمة تأتي في خامس الأسماء الصغيرة، هجر الشحانية. سالم بن فاران المري يتقدم الذهبي على خامس الأسماء، ولكن علاهن مع المركز الأول، علاهن على أول الأسماء بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني من يقدم لنا علاهن؟ متعب بن عبد الله بن راشد المري على اول الاسماء. المركز الثاني، وصلت مواسم على ثاني الاسماء، يقدم لنا مواسم بشعار هجر الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وايضا القادمة الطيارة مع المركز الثالث، هجر الشحانية. جابر بن سالم فاران المري الشبل يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع، الصغيرة مع المركز الرابع، هجر الشحانية، سالم بن فاران المري. والمركز الخامس، تصل في خامس الأسماء، منصب مع المركز الخامس، منصب على خامس الأسماء، هجر الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري. 1200 يا مضمرين، يا عمالقة، لا زالت علاهن على أول الأسماء، على أول التحديات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. ثاني متعب يا متعب، الكيلو الخطير، كيلو ما بين المضمرين، ولكن ألاحظ التغيير من قبل الطيارة، هجر الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري، وأيضا القادمة
تصل منصب منصب مع المركز الثاني منصب مع المركز الثاني على هن مع المركز الثالث وايضا القادمة تصل مواسم على رابع الاسماء ولكن اعود مع الطيارة ومع الشبل هجروا الشحانية هجروا الشحانية جابر يا جابر جابر يا جابر جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم شبل المضمرين على أول الأسماء على أول التحديات وأيضا منصب مع المركز الثاني منصب مع المركز الثاني يا القادمة نفلة 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 هجروا الشقب هجروا الشقب هجروا الشقب على ثالث الأسماء مع المركز الثاني ولكن أعود مع الطيارة طارت الطيارة نفلة نفلة والطيارة ولكن الطيارة هجروا الشحانية هجروا الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا الطيارة شبل المضمرين شبل المضمرين شبل المضمرين جابر بن سالم نفلة 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 ولكن الطيارة هجنوا الشحانية ومن قدم لنا الطيارة جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثاني ثاني الأسماء وصلت نفلة هجنوا الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران المركز الثالث منصب هجنوا الشحانية المركز الرابع مواسم هجنوا الشحانية المركز الخامس المركز الخامس الصغيرة هجر الشحانية إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لمؤسسة هجر الشحانية على انتزاع الطيارة للمركز الأول ومن قدم لنا الطيارة جابر بن سالم بن فاران المري الشبل المضمرين التوقيت الزمني 6:13 56 جزء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت نفلة هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران 6:14 ستة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث المركز الثالث منصب هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري 6:17 ثمانية أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع وأنقل الكلمة لمحمد العتيبي